ايه تاتي عاتي الهافة احلوات وكعواتي كتلين مات. انا مش عادل. مال انت مين يا عمر؟ يا جدي يا جدي دي مراتي يا جدي. جدتو جدتو حاف كده قطع هزق. اقول لك ايه يعني؟ اقول لك يا انكل جدو. شايف الواد وقال اللي اتقدبه يا نعام؟ شايف الواد وقال اللي اتقدبه؟ يا نهار اسوح يا نهار يا انت انا السبب في وجودك يلا. معلش يا جدو، من حفر حفرة لاخيه وقع وترزع هو فيها. اسم الله عليك يا دول، انا فضلك دارك. بتزيط انت في الزيطه وبتنسى ان انا بديك بالجزمه واحنا لوحدينا. يا اخوانا مش معقول كده حد يجيب كوبايه ميه للراجل طالع السلالالم دي لوحده. سلالالم ايه ده؟ ايه ده؟ مين العسل دي؟ الله. يا جدي يا جدي دي حماتي يا جدي. حماتك؟ بس يلا بس اسكت خالص ما تتكلمش، سيبنا نقعد كده في وسط بستان الورد اللي انا خدت بين ورده ده. هاي عليكو. ودي بقى الاموره الحلوه دي تبقى بنوتي برضو. يا نهار اسوح على صينيه البسبوسه اللي احنا وقعنا فيها. وايه اللي معاكوا مع الواد الهوزق ده؟ هو في ايه؟ انا عملت لك حاجه؟ عملت لك حاجه؟ بقى تبقى عارف ان ستك سيدك اللي هو اب امك اللي كان سبب انك انت امك جت وجاي النهارده في القشاش مش تقف في المحطة تستناني يا جعر. يا جدي قشاش ايه؟ القشاش ده بيطلع وهو وظروفه، اقعد انا بقى مستنيك في الشمس يعني لغاية ما دماغي تتقور؟ ما كنت تقول لي يا دولة وانا افتح لك الشمسية يا عم. انا اللي هفتح لك دماغك دلوقتي، اسكت خالص. معلش يا بابي، عادل ده طيب قوي، ما هنش علينا انك تبعد عننا، فأصر انك تيجي تقعد معانا. شفت بقى جدا انا طيب ازاي؟ طيب ايه وصفت ايه؟ ما لازم اجي اقعد هنا، ما ده بيت انا اللي شاريه بفلوسي. ده شاريه ايام ما كان الجنيه جنيه بقى. وهو الجنيه عمل عمليه بقى ربع جنيه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا جدو، الكيسه الجميله دي جايب لي فيها هديه جميله؟ البت دي هبله، لا دي عده التشجيع بقى، يعني احنا هنا اهو في الكيسه دي كنا نطلع بقى الاعلام تكون في الماتش رون. طلعين بقى اقول وبعدين بقى ايه بالصفافيه اربعه عشان نلبخ الحكم وبعدين وبعد كده بقى ايه نقوم بالطوب ده بقى ونقوم في دماغ الحكم ده لانكم بتتغلبوا طبعا. المفروض بقى يا كيتو انك تبقى عندك روح رياضيه. ده بيطلعوا روحنا روح رياضيه ده، واحنا ده مفيش بقى، ده احنا حتى ما بنتعادلش حتى. ربنا يسهل بقى جدي وتتعادلوا كده من حين لاخر. يعني ايه من حين لاخر يا دولة؟ يعني تغور من وشنا وتغور من هنا، كفايه علينا العضو الجديد في الفريق، ولما نشوف مين اللي هيقعد على دكه الاحتياطي. بقول لك ايه يا عادل، انا جامي 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 هسيب الاوضه بتاعتي لاي حد. ها وانا عادل يا هفا، وانا بقى الاوضه بتاعتي بقى بيبقى فيها ايه بقى؟ بيبقى فيها مثلا مروحه في السقف، فيها سرير وبتطل بقى على الخضره على الخضره وعلى الميه. وما قلتش ليه والوجه الحسن يا جدو؟ ما هو ده كتير اهو، يعني كله حلو وكله حسن. خضره وميه ووجه حسن، افرش لك في الحمام يا جدي. شوف الواد الهوزو الواد الهوزو. يا بابي انت هتقعد في اوضتي عشان انام في حضنك. ماما وبالمره بقى يغطيكي ويحكي لك حدوته قبل النوم. اه ويمسك رجلاتك ويعمل لك زغزغيشي تيكلينج تيكلينج. اوعى تعمل كده يا بابي اوعى. مفيش يا حبيبتي تيكلينج تيكلينج ده ناس هبله. ماما ازاي انا وانتي وجدي او ياسمين يعني ازاي هننام كلنا في اوضه واحده؟ حصرت الصيف واسعه. وبعدين لا 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 وانتوا هتسيبوا واكل ايه يعني؟ لا مفروض الستات بقى يقعدوا هما مرتاحين كده هون، والرجالة هما بقى اللي بيضحوا يعني، ولا البيت ما فيهوش رجالة. أنا ضحيت وبعت لك عنوان البيت. أنا عندي فكرة يا جدو. جدو 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 إيه رأيك يا جدو تروح تنام في أوضة الدولة؟ بيت اللي خلفوه جوه عشان كل شوية تعزم على ناس ما نعرفهاش؟ تتبرى مني يا جعر، ده انا كنت في قصر، كنت في قصر وعايش معاشعش ومخرم طول الوقت، وبعدين يعني بقى انا عايز اوضه. بص انا هسرح ومطرح مبروك نزرع شجره. بس يا هبله انا بتتريق على جدك يا بنت؟ لا ده انت وقعت مع جد، ده انا اصيع جد طالع في الشرقيه الغربيه. انا اسفه انا اسفه جد، اسف حقك عليا. يا سلام القوي فيه اللقوة منه. جدو اشتمني اضربني. بص بص انا مبهور بيك يا جدو، انا مبهور بيك. الواد ده شكله طيب وحيوان على صغير كده يعني ايه على اهبل على بجدع يا جدع. طبعا
وراحة الجسم تبدأ من القدمين. خد رمز يا جدي وهديك فوقيه شراب هدية. بابي وانت ما جبتليش هدية معاك وانت جاي من السفر؟ هدية؟ هدية جبت لك هدية. هدية. انا كفاية عليا ان اشوفك يا بابي. انا كفاية عليا اشوفك يا بابي. اسمها بابي وبأمارة ان انت بتدوري على الهدية. طبعا جدي ده اصلا مليونير وهدايا فوق مستوى تصوراتنا. بص بقى المفاجأة بقى اهي. ادي جبتلك بقى خمس حقن. خمس حقن دول انا كنت جبتهم بقى لما كنت بقى في المستشفى اللي هي الوطنية بتاعت ليبيا. بتاعت ليبيا وكان معايا بقى ممرضات. كنت انا بقى مع الممرضات نقعد. يلا امسي يا بابا. بس لازم انت بقى ايه تغليهم في النار الاول عشان الميكروبات تطلع منهم عشان كان في بنت ممرضة عندها وانا كنت يلا. فوق مستوى تصوراتنا واحلامنا. ايه حتى عايز حاجه تاني؟ انا يا جدي ما جبتليش هديه معاك انا كمان. هديه جبت لك ايه البت الهبله دي؟ ايه البت دي؟ حقنه. اديها حقنه. انا مش عايزه حقنه يا جدي انا عايزه هديه. بعدين عشان دماغي. يلا يا ساتر. يا ساتر ايه؟ ما البيت كله قاعد قدامك هنا يعني. وبعدين انت رايح على فين؟ انا هخش ومطرح ما هبرك بقى. ايه هو ده المكان اللي انا هنام فيه؟ يا ساتر. لا حلو حلو. طب اطلع علي هنا على ساكنة. انزل عير تنزل عير تنزل عير. ها جدي اوضة ما عجبتكش طبعا. الاوضة دي بقى تبقى قبلي مثلا ولا ايه؟ وحر جدا 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 لعلمك يا جدو. درجة الحرارة في الظل بس 80 درجة فهرنهايتية. ولعلمك انا جايبة الحكاية دي من الارصاد الجوية. ارصاد جوية؟ انا بابا انا بحب اللي هي الاوض القبلي دي يعني احسس كده ان هي حلوة يعني. بس انا عارف يعني يا جدي بتلاقيها قبلي ساعات وساعات بتبقى بحري. وما بتبقى بحري بيبقى بحر بقى يعني هوا جامد جدا. وما بتبقى قبلي بتبقى قبل بقى يعني بتبقى حر جامد جدا. بس انا عارف برضو البلاط اللي هو ساقع يعني. وبحس انا بتراوى رجليها ما بتسخن بشلت على طول. انا بابرك بقى دي فعشان كده انا حابب دي. وبعدين انا ليا فيها ذكريات. ايه كنت عايش فيها قبل ما تتبني مثلا؟ لا اصلا شبه الاوضه اللي انا كنت عايش فيها في زريبه عبده. يا جدي بس دي مش زريبه دي قطه انا ومراتي. تبقى ايه؟ تبقى زريبه. حلو. انا ابراهيم انا انت كويس انا. واحنا بقى ان شاء الله يا جدو كده كاصحاب البيت هنروح ننام فين؟ ننام في زريبه عبده طبعا. لا ما هو بقى نقل بعد ما مات الله يرحمه بقى. خد يا بنت انعام. خد تعال. نعم يا بابي. خد يا بنت انعام انا جايب لك مفاجاه حلوه قوي. جايب لك هديه. خد اهو شويه حقن اهو. كمل شويه الحقن اللي عندك عشان يبقى عندك الحجم الكبير وعندك الحجم الصغير. مش اديها كده اهو بعدين بتحط فخ اهو. شكرا يا بابي. شكرا على ايه؟ انت هتعمل لهم عقده يا ماما. جدي معلش يا جدي الاوضه دي مش هتنفع لان دي اوضتنا. طيب اه بس يلا بس يلا. الواد ده رخم قوي قوي. الدوله ده رخم يا بابا. والاول انا مش مستوعبه ومش مستضافه. خد يا ده افتح بقك سكر قوالب يا ده. انا اتبسطت بيك. خد ربنا يخليك يا بابا سيستو. خلاص يا ده اسكت. خلي بالك يا جدي احسن رفوسك. بابا سيتو بقى بابا سيتو. بس يا عادل انت انا هعرف اتعامل معاه لان الناس الكبار دول في السن ده بيبقوا عاملين زي الاطفال. سيبهولي. جد يا جد جودي يا جودة. تعالى ما اقولك ايه عايزه ايه. بصي يا بيضة يا اختي قمر والمصحف قمر. بصي يا قلبي احنا عندنا اوضة جميلة حلوة وبرحة واحلى من دي بكتير. فيها لعب كتير وكور بس فظيعة. ايه اللي عندك؟ طب ما تروحي يا اختي يا غدورة تقعدي فيها مدام فيها لعب. روحي. بص يا قطة انا عندي استعداد احرم نفسي من الجنة والله عشان خاطرك انت يا وطوط يا جميلة زمالية اختي والمصحف. هو انت ما تعبتيش؟ وبعدين بقى جدي؟ وبعدين انا هقعد في الاوضه دي. انا هقعد في الاوضه دي لان انا صراحه الاوضه دي عجبتني. وانا دماغي بقى بتبقى جذبه قديمه يعني. انا بره وانا كنت في المغرب وراكب الاتوبيس وعمال بقول للراجل قطعت تذكره
وكنت رايح لأمه وبعدين ورحت نزلت الشمس وبعدين ولا كنت رايح فين؟ شبرا رخيمة يا بابا ست. انزل يلا انزل يلا العالم يقعد الشعباط على اتوبيس يعني وده بقى اللي حصل وانا هقعد في الأوضة دي. وبعدين يا جدي؟ يا ابني ما تحاولش وخاف على عمرك لو ولع في الأوضة وانت نايم فيها زي ما عمل في زريبة عبده والحمير جريت وهي مولعة. متخافيش يا ماما، أنا هعرف جدي ده ساب المغرب وجي لي إن شاء الله، حتى لو حكمت أسأل في السفارة. ولا سيد رمزي يا بابا ست رمزي. أي زبالة، روح يا هات لي الشرط بتاعتي من برا. حاضر حاضر حاضر. وانت اسمك يا حلوة؟ السلام عليكم. اوعى 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 من خلقتي. وايه اللي انت بتنضف صورتك؟ انت اصلا ما بتستحماش الصوره دي، ما تحطهاليش هنا تاني، الخزنه فاضيه من يوم ما انت حطيتها لي فوقيها. ماشي يا دول. ايه يا دول انت بقى ايه؟ ما عملت ايه في الموضوع بتاع جدك ده؟ هو انت مالك؟ انت اساسا سبب كل المصايب اللي انا فيها دي. اه يبقى ما لقيتش سبب للموضوع ده يا دوله. ايه اللي خلى جدك يسيب المغرب ويجي هنا؟ ايه السبب؟ عرفت السبب ومش هقول لك يا رمزي. اه يبقى سبب ملهوش حل يا دوله. انت ما ينفعش ترجعه المغرب تاني. ولا ولا ابعد عن وشي دلوقتي خالص، ابعد عن وشي، انا مش ناقصك، اتكل على الله. يا دوله عيب يا دوله، انت هتخبى عليا يا دوله؟ ده انا رمزي السرجاوي. ايه رمزي السرجاوي ده؟ يعني اذا كنت انت ابن عمي يا ابني، فين السرجاوي في اسم العيله اساسا؟ لا يا دوله ده نسبه الى عيله امي. السرجاوي ده نسبه للسرج اللي بيحطوه على ظهرك يا حمار. اه يا دوله بيدفيني والله بدل البرد اللي ناقع في جتتي ده. هو ها قول لي بقى ايه؟ مفيش يا رمزي، جدي عمل مصيبه في المغرب قبل ما يسيب المغرب. يا دي النيلة يا دي النيلة، يعني مش لاقي إلا ساعة المغربية ما يعملها بالليل. كان عايز ينام، قال أعمل مصيبة وأنام بقى على طول بعد المغرب يعني. يا دولة أنت بتقوم على قوم يا عم، أنت قصدك يعني دولة المغرب. اللهم صل على النبي، أنت عرفت دولة المغرب؟ يا دولة دي دولة أوروبية معروفة. أوروبية؟ يلا أهو نص العمى ولا العمى كله. المهم يعني جدي بقى أما راح دولة المغرب الأوروبية اللي أنت بتقول عليها دي، يعني كان في ماتش هناك، راح الاستاد يتفرج على ماتش بين الزمالك والمغرب المغربي. طب هو ليه يا دولة ما تفرجش عليه في التلفزيون يعني؟ انت جاي تسأل مش انا اللي بحكي؟ انت بتتكلم ليه؟ انت تسمع وانت ساكت وخلاص. ماشي. انا اللي بحكي. ماشي يا دولة انت هتحكي دلوقتي؟ قول يا دولة انا هسمع. قول يا دولة. بقولك يا دولة تيجي نقفل البازار ونروح نقعد في القهوة نحكي؟ هتموت انت وتجيب جرف وخلاص، اسمع وانت ساكت. المهم يا سيدي بقى ما تهبب جدي وراح اتفرج على الماتش في الاستاد وما شافوش في التلفزيون. وهو في الاستاد المغرب طبعا بتلعب جامد جدا والجمهور كله جمهور مغربي. المهم راح الزمالك اتغلب يعني، فبعد تالت جون جدي سخن قوي لان جدي اصلا كان هو زملكاوي عتيد يعني، فقال لا كده ما ينفعش، وطوبة وفي دماغ الحكم يا معلم. بس وما اكتفاش بكده، لا شوية طوب في دماغ اللعيبة ونزل عمل قلق في الملعب تحت، نزل في الملعب تحت ومسك الكرة قال ايه عايز يجيب جون شرفي عشان يبقى 3-1 بدل 3-0. اتفضل اتفضل. مهم يعني الحرس المغربي بقى مسكوه ورحلوه من المغرب ومنعوه من دخول دولة المغرب الأوروبية تاني خالص. طيب ايه رأيك يا دولة في ان هو ممكن يعني يجي هنا هون يقعد في البازار وانت تأجر لي الأوضة اللي هي فوق السطوح دي يعني اللي جنب الفراخ، واو لما اجوع اقوم دابح فرخة واكلها، ادبح اكل ادبح اكل. استنى استنى، هو في أوضة فوق السطوح عندنا في العمارة؟ يا خبر ابيض يا دولة ما اقولكش بقى يا عم، دي الفيلا الفيلا اللي انا بحلم بيها يا دولة طول عمري، نفسي في خلال ال 30 سنة اللي جايين يا دولة اشتريها وامتلكها. ادعيلي يا دولة. مش هدعيلك، المهم يعني الفيلا دي اللي انت بتحكي عليها الاوضة اللي فوق السطح ايجارها كام يلا؟ لا لا دي حراقة يا عم. كام؟ اخلص. وصلت لعشرين جنيه دلوقتي. وصلت لعشرين جنيه؟ طب هي كانت بكام يعني قبل كده؟ لا كانت بستين جنيه دولة، بس انا ما كانش ساعتها معايا فلوس. ولا يعني هي كانت زمان رخيصة بستين جنيه ودلوقتي وصلت لعشرين جنيه ما شاء الله. يعني فعلا الزكاوة دي مش ملهاش علاقة بالوراثة لان انت غيري طبعا يعني. انت عارف انا رمزي البيضة الاول ولا الفرخة؟ سطوح سطوح اللي عايز ترمي جدك فيه.
يا ماما هو انا هرميه منه يا ماما؟ يعني هيقعد عادي في الاوضه؟ يا بصي اقول لك حاجه، بلاش بلاش، انا ورانيا بقى اللي هناخد الاوضه بتاعت السطوح دي، وهقدم على تليفون ان شاء الله، واول ما يخش لي التليفون اي حد عايز حاجه ما يطلعليش، يكلمني في التليفون وانا ابقى دلدل السبب. ماشي، بس بابي ما يطلعش فوق السطوح. بابي ماشي يا ماما، ماشي مش هيطلع فوق السطوح. ماما انا اللي هقعد فوق السطوح انا ورانيا، خلاص ما يجراش حاجه يعني، عادي جدا، لان انا كمان اكتشفت ان الشقه دي زحمه ما استوعبناش كلنا، فانا ورانيا هنقعد فوق السطوح خلاص. والله هتوحشني يا عادل. ايه ده، انت صدقت ولا ايه يا ماما؟ عادل بص من الاخر كده يا عادل، انت عايز تاخد جدك تطلعه تقعده فوق السطوح اهلا وسهلا، بس ما تدخلش مامتي في الموضوع ده، وما تطلبش من اي حد فينا اي خدمة في الموضوع ده. اه طبعا، عشان كلكم خايفين تواجهوا جدي. لا يا خفيف، عشان انت بس اللي اتضريت، انت اللي سبت قطك، ما حدش فينا ساب قطه. ماشي عادي جدا، انا هقول لجدي وهواجهه. هو انا يعني هخاف؟ الحق يا عادل جدك. ما حدش يقول له ان انا هنا، ما حدش يقول له ان انا جدك افرغ محتويات الاوضه كلها واصبحت هشيم. هشام؟ هشام مين اللي جاي يسكن عندنا دار اخر؟ هشام ايه عادل، انا جبت سيره هشام، بقول لك جدك خرج كل محتويات الاوضه بره في الصاله. اتبرش فيكوا حاجه على بقى لقبط. يا جدي ايه في ايه؟ دي اوضه تقعدوني فيها، حرام عليكوا حرام عليكوا، ده انا كنت قاعد في قصر، حرام عليكوا. احنا برضو اللي حاطينك فيها يا جدي. دي اوضه سقفها واطي، كل ما باجي انا بحس ان سقفها يكبس على الصدر، حرام عليكوا حرام عليكوا. فخرجت السرير ونمت على الارض براحتك بقى. عشان برضك يعني الواحد يكبر المسافه بينه وبين السقف، يعني مش كل شويه يخبط في في. طب بص يا جدي، في اوضه فوق السطوح هتنفعك، هتعجبك جدا. اهم حاجه سقفها عالي. كابورليه من غير سقف وازاز كهرباء. ودي الكام دي حاجه؟ اقعدي ساكته انت خالص، بدل ما يطردنا من الاوضه ونترمي على السلم. ها يا جدي ايه رايك؟ ايه رايك تيجي بقى تتفرج على الاوضه دي بنفسك؟ انا بطلعش اشوف اوض، الاوضه اللي تتزل هنا، حرام عليكوا حرام عليكوا. ماشي يا جدي اجيبها لك تتعرف عليها، مع ان انا شايف يعني ان انتوا انت والاوضه يعني لو اتقابلتوا في حته محايده مش هنحرجها. وعيالها اللي عاملين شباب، انتوا فين؟ انت قد انت يا بنت؟ ايه الراجل ده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالحاج، نورت السطوح والعماره والحته كلها. بصي هو انا لسه ما حجتش، ما تقوليليش يا حاج، بس عملت عبره يعني الحمد لله. قولي لي يا عبري. طيب يا حاج يا عمري، يعني اهي الاوضه اهي حلوه وبرحه وشرحه وريحها زي الفل. ايه نشره الارصاد الجويه اللي احنا نزلنا فيها؟ مين اللي بنت مين؟ انا ام ميرفت يا اخويا. ام ميرفت؟ وميرفت عامله ايه بال؟ يا اخويا اسكت، تعبانه قوي 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 مع جوزها. وجوزها اسمه ايه؟ ابو مدحت. ومدحت عامل ايه بال؟ ايه بغلبهم بغلبهم قوي. والناس كلها تعبانه الا انت يا بأس. صح صح، مرتاح انا فعلا يا جدي. وانت بقى هتبقي كل يوم يعني هتقعدي معايا هنا بقى مش كده؟ لا يا رب يخليك. لا طبعا يا عمري، انا طبعا ليا شقه هنا في العماره، ان العماره دي كلها بتاعتنا. بس يعني وانت طالعه بتنشري الغسيل هتيجي تزوريني ولا ايه؟ طبعا، امال ايه يا عمري، امال ايه، ده الجيران لبعضها. بس انا دلوقتي بقى بنشر في البلكون شقتي، لاني مش قادره لا اطلع ولا انزل، ركابي ركابي توجعاني قوي قوي قوي. طب ما دام ركبك تعباكي تعالي لي ورا ادلكهم لك. تشكر يا اخويا، الف شكر. بس انت يعني لو جايب معاك من المغرب زيت كده اسمه المنكار، يبقى الف كتر خيرك، اديني حبه وانا ادلك بيهم رجلي. اوي اوي اجيبه. يا سلام، انت بس تجيلي يوم كده وانت لوحدك معكيش حد، اديك شويه زيت يلا. الثعلب المنكار. قلت يا اخويا عايزني اجي لك ليه لوحدي؟ ايه القدسه العبيطه دي مش فاهمه يا ياض. لا بعكسك يا ام ميرفت، ما تقلقيش. ايه يسلم بقك اللي بنقط عسل نحل. لكن اهو بص بقى يا عمري، اتفرج على الاوضه شرحه وبرحه وزي الفل، انا بقى هاجرها واخد منكم 200 جنيه في الشهر. 200 جنيه يا ام ميرفت؟ ايه 200 جنيه؟ 200 جنيه ايه؟ لا
مش اقل من 400 جنيه يا جدو يا جدو، دي ب 20 جنيه وانت مش عارف انت هسكن مين، مش اقل من 500 جنيه يبقى يا حبيب قلبي نقول بقى 700. 700 جنيه مش انت اللي هتدفع؟ مين ده اللي هيدفع يا ياض؟ لا انت اللي هتدفع وباخصم من الورث بقى ان شاء الله. لا علامتين طبعا يا ام ميرفت. بص يا سعاده، انا مش هقدر انزل كلام الراجل الطيب ده في الارض. اه زي ما هو قال انا هنفذ، ده مش طمع مني ولا حاجه. اه لا ابدا، ده جشع مني. ايوه بس مش طمع. واخبار ميرفت ايه؟ اسكت يا عمري، زي ما قلت لك في الاول تعبانه قوي 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 مع جوزها. وهي بقى ايه وجوزها ده اسمه ايه؟ ابو مدحت. طب مدحت بقى عامل ايه بقى ابو؟ يا قطعت انا بلاش خلاص، هي من سكه ولا من سكه. طب وانت عندكم ايه هو ابو فاروق؟ عندكم ابو فاروق؟ ايوه يا اخويا عندنا ابو فاروق، ده لسه راجع من الحج ولا كان حاجه حصل ولا كانها حجت. وانت ركبك اخبارها ايه، تعباكي؟ اه والله يا عمري تعباني قوي قوي. ولا روح هات حاجه. الحمد لله. اه والله الحمد لله، ده لولا الاوضه اللي فوق السطوح كان زمانها دلوقتي مشاتيت في الارض. المهم ان انا قدرت احافظ على الموقع الاستراتيجي الاخير اللي موجود ليا في الشقه هنا، مع ان بابي هيبقى بعيد عني لكن مش مشكله، طالما ساكن فوق هنقدر نشوفه كل شويه. اه يعني يوم جمعه وهو رايح يصلي مثلا صلاه الجمعه. رمضانات بقى كده يعني. عارف يا عادل، انا معجبه جدا جدا بيك في صياغه الامور وحكمتك في تسييس الامور. ماما ماما الحي في ايه؟ الحي ام ميرفت ماسكه في جده عماله تصور. يا خرابي ليه؟ اه دي غلطتي، احنا حطينا يا اخوانا البنزين جنب الكبريت. اه عملت ايه يا جدي؟ كانت بتجري ورحت مسكتها دبحتها بقى قبل ما تبيض. دبحت ام ميرفت؟ هي ام ميرفت بتبيض؟ ام ميرفت بين يا دغوف، انت الفرخه دبحتها وام ميرفت قعدت تصوت، بس اكتشف بقى قلت لها ان انت هتدفع لها 100 جنيه، 100 جنيه رخصت والله فراخ. وشوف يا سلام، وايه كمان يا جدي؟